دايما رجاله الاهلي عند الزمان وعند المكان، مهما يحصل اي حاجه هتلاقيهم لما تحتاجهم. الاهلي بيكسب 1-0، مكسب مهم جدا جدا بصرف النظر عن اي حاجه، لكن 3 نقاط مهمه جدا. ملعب كان بيلعب في جنينه، مع احترامي يعني للناس كلها. اصابات بالجمله، حكم عامل نفسه مش من هنا برضو، رجعنا نفس الدوام تحكيم تاني. جول ما فيهوش اي حاجه خالص، مش عارف الحكم لغاه ليه. وليد سليمان ما فيش، ما احتكش بالجون. وليد ازارو احرز جون، الحكم لغاه. فاول واصابه بشعه بصراحه لجونيور اجاييه، بنتمنى له الشفاء العاجل. هطمنكم عليه بعد قليل واقول لكم الاصابه ايه بالظبط. يعني الدكتور خالد قال ان هو الصابونه بتاعه ركبته اتنقلت من مكان لمكان، وهو ردها له تاني وهتاخد وقت. فيعني اصابه صعبه جدا، ان شاء الله يرجع تاني بسرعه جونيور اجاييه. كل قلوبنا معاه، لكن مكسب مهم. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك لكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير. ارحب بضيوفي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ماهر، منور ميدو. اهلا بيك شريف، منور الدنيا كابتن ميدو. يعني مكسب مهم، كلنا كنا قلقانين، لكن احنا راهنا على الرجاله، ودايما بنراهن بصراحه على الفريق الاهلي الاول مهما كان، مهما كان اي جيل بنراهن عليه دايما بيكون في الزمان والمكان يا كابتن. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بنبارك للنادي الاهلي على الثلاث نقاط الغاليين في مباراه النهارده. بنبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي، بنبارك للجهاز الفني، بنبارك للاعبين، لجمهور النادي الاهلي اللي احنا شفنا التقرير قبل ما نطلع على الهواء ميدو. حاجه تفرح. جمهور النادي الاهلي العاشق لنجوم النادي الاهلي وعاشق البطولات وبيسانده بشكل كبير جدا ومشارك معانا في هذه البطولات. النهارده طبعا كان واضح ان 3 نقاط، واحنا يمكن قلنا في بدايه الاسلوب التحليلي، مهمين جدا جدا بالنسبه لنا عشان ينقلونا كمان ونبدا ننافس الترجي من خلال هذه المجموعه. النهارده الترجي بقى 10 نقاط، النهارده النادي الاهلي بقى 7 نقاط، فثلاث نقاط غاليين جدا. كولوبالي رهان الفرس او الرهان اللي كان موجود عليه الجهاز الفني من بدايه توليه المهمه، ان اضافه كولوبالي اضافه جيده جدا خلال وجوده في صفوف النادي الاهلي في الحته بالذات بتاع قلب الدفاع. النهارده بنشوف ان هو بيزيد مباراه عن مباراه، وكمان يمكن بيجيد يا ميدو العاب الهواء، ويمكن الراجل راهن عليه ان الحاجات الثابته في المباريات اللي بالشكل ده هنتكلم عن بكره ثابته، وهو النهارده قدر ان هو يخلص لنا هذه المباراه بالهدف الجميل اللي احرزه كولوبالي. هنتكلم عن كل التفاصيل يا كابتن ماهر، بس طبعا انا ببارك لك كابتن شريف. ببارك لك وببارك لنجوم الاستوديو وببارك لجمهور النادي الاهلي، بس مش 3-1 ونعتبرها 3 نقاط. الحقيقه جمهور الاهلي يستحق الفوز دائما وان يزهو بفريقه، الفريق اللي هو لعب النهارده ضد الطبيعه، ضد طبيعه كره القدم. الحقيقه يعني كره القدم يعني ملعب كويس تقدر تلعب عليه كره قدم، ملعب ادمي، ادوات تقدر كره سليمه مش معوجه ولا حاجه، محكم. وحكم لسه مكانه محكم عادل يقدر يخليه نفسيا انا وجهازي الفني بنفكر في المباراه صح. يعني اضعت اهداف رغم سوء ارضيه الملعب، وصلت للملعب وحاولت تلعب الكره السهله والوان تو والثلاثيه وتعمل مجهود دفاعا وهجوما، مفيش لعيب ببخل النهارده على فرقته. ولكن طبيعه المباراه النهارده زي ما احنا قلنا كنت تلعبوا في جنينه بتقولوا انتوا، يعني انما الحقيقه دي مش سهل على اي فريق في العالم ان هو يلعب كره جيده بتاعته كده. اكيد انما كل اللي اقدر اقول مبروك ال3 نقاط اللي احنا كنا بنبحث عنهم قبل الاستوديو، اللي هم بقينا 7 نقاط. عندنا ماتش اخير ان شاء الله بقى لما اتفرج عليك في رادس وانت بتلاعب ترجي، اتفرج على الكوره بتاعت النادي الاهلي بدون اصابات الحقيقه، بغياب حسام عجوب بالانذار وجونيور اجاييه انما احنا دايما عندنا البديل والبديل الجيد. واللعيب بتاع النادي الاهلي لما بيركز بيبقى في اعلى شكله وفي ازهى مكان. اكيد كابتن ربيع، الف مبروك كابتن ربيع. مبروك، الحمد لله على 3 نقاط. يعني اداء دون المستوى هو ما احسن ما في المباراه، ال3 نقاط ربنا كرمنا بيهم. لكن الاهلي كان دايما عنده سواد فنيه بيشتغل بيها، يعني في عوامل بيشتغل بيها هي بتخليها النادي الاهلي بيخليه دايما بيسعى للبطوله او 3 نقاط او الفوز. فالحاجات دي كلها ما كانتش موجوده النهارده. وقلنا نظره ممكن يكون ظروف سفر، ظروف ملعب، ظروف طقس، ظروف تغييرات، وظروف غيابات، لكن الاداء مش اداء النادي الاهلي المقنع اللي دايما متعودين عليه. احنا دايما بنشوف اداء مع نتيجه. توفيق الله سبحانه وتعالى كان موجود، مع ان طبعا الفرقه اللي كانت موجوده النهارده فرقه اعتقد فرقه قليله جدا، مش الاهلي اللي يكسب في الدقيقه 81 بهدف،
لا الاهلي المفروض ان هو من الاول يكسب، لكن العوامل الفنيه اللي كان الثوابت اللي كانت عند لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مش موجوده النهارده، عشان كده المكسب اتاخر. تمام. فجاي عن طريق ضربه ثابته وده مبروك. تمام يعني. ارحب بالاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا. استاذ خالد اهلا بحضرتك. اهلا كابتن حليم، تحياتي كابتن ربيع. اهلا بيك يا باشمهندس. كلنا بنبارك لك طبعا، ومباراه مهمه جدا وثلاث نقاط غاليه جدا في ظل الظروف الصعبه اللي النادي الاهلي لعب فيها هذه المباراه. الحقيقه المباراه مهمه طبعا، يعني اللعيبه الحمد لله كان على قدر التصويريه، والثلاث نقاط دول هيدينا دفعه ان احنا نروح لعب فرنسا بثقه اكثر الحمد لله، وربنا يقدرنا كده ان شاء الله ونتاهل وندخل بقى في الهويه. اكيد يا استاذ خالد، يعني في مقابلتك مع محمد سعيد اللي ذاعناها هنا كذا مره في قناه الاهلي، كنت حضرتك بتقول الظروف صعبه لكن رجاله الاهلي دايما في الزمان وفي المكان. الحمد لله احنا ثقتنا بجد كلام انت، احنا ثقتنا فعلا في لعيبتنا، ولحد اخر دقيقه احنا عارفين الحمد لله اللعيبه قد المسؤوليه وهم عارفين كده، والحقيقه انا بشكر برضه الجيل الثاني الحقيقه كان محفزهم، وكان مش عايز احطهم تحت ضغط بس حسيتهم مباراه مهمه جدا. أكيد أكيد أول يوم فينا. أكيد مباراة مهمة وملعب صعب جدا يا فندم، يعني كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، وكمان إصابات إصابات صعبة جدا، وحكم أعتقد إن هو يعني تغاضى عن احتساب هدف صحيح للنادي الأهلي في أول دقائق. طبعا يعني مش عارف إيه داعي إلغاء هذا الهدف، وكمان إصابة جامدة جدا لجونيور أجايي برضه ما احتسبهاش حتى فاول. ربنا يستر، ما احنا لسه مش عارفين نعمل إيه لما نرجع إن شاء الله. يعني احنا كنا سمعنا إن الدكتور خالد قال إن الصابونة بتاعة الركبة اتنقلت من مكانها وردها له تاني يا أستاذ. فعلا. فعلا. الحمد لله يعني. ساعات على ما نرجع إن شاء الله، هم شدوها الحمد لله، دايما كله بيضحي بنفسه علشان الاهلي يكون فوق الجميع فعلا، ودي فعلا مش كلام ودي حقيقه، وبانت كمان النهارده وبتبان كل يوم. الف الف مبروك ليك يا استاذ خالد، والف مبروك للبعثه كلها، وان شاء الله مستنيين ربنا يخليك مستنيينكم ان شاء الله نبارك لكم باذن الله. الف مبروك استاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا، شكرا جدا لحضرتك. اتفضل يا كابتن. الثوابت الفنيه اللي كانت موجوده المفروض تبقى موجوده في مدرب النادي الاهلي النهارده كانت يعني بعاد. الماتشات اللي زي دي بتخلص بسبب تصويبه بكرر بفاول، والنهارده قد كان يعني ان احنا خرجنا بكولوبالي وثبت وجوده النهارده وجاب ثلاث نقاط غاليين جدا جدا بدا الانسجام والتفاهم، لكن احنا كل ماتش وله ظروف، ظروف النهارده ثلاث نقاط، فمبروك للفرقه ومبروك للاداره ومبروك للجهاز الفني ومبروك لنا كلنا. اكيد اكيد يعني كل مره المليون. طيب اخد كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. كابتن محمد الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك كابتن ميدو، مبروك عليك، وبمسي طبعا على الكابتن ماهر امام والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين. مبروك مبروك يا كابتن ربيع ياسين. مبروك مبروك يا كابتن يوسف. مبروك مبروك كلكم، مبروك عليكم كلكم. بنبارك لكم طبعا يا كابتن محمد، ومباراه صعبه، لسه كنت بتكلم مع الاستاذ خالد الدرندلي، مباراه صعبه بكل المقاييس، ملعب واصابات وحكم كمان كان يعني النهارده صعب جدا. مش عايز اقول لك شايف المباراه ازاي، احنا كلنا شفناها، لكن انا بهنيك وبقول لك ثلاث نقاط اهم من الاداء في الفتره دي، احنا محتاجين ثلاث نقاط دايما، والملعب كان صعب جدا فعلا ان انت تقدم كوره حلوه، لكن الكورنر نفسه يا كابتن محمد، علي معلول عمل الكوره دي حوالي ثلاث مرات في نفس المكان، يعني كنتوا محفظين الفرقه الكورنر ده. والله الحمد لله، انت عارف طبعا المباريات اللي هي بتبقى في افريقيا خصوصا ان ارضيه الملعب مش عارف هي يعني شكلها ايه. جنينه، احنا قلنا جنينه. لا احنا قلنا جنينه. لكن هي سيئه جدا جوه الملعب، لكن الحمد لله يعني احنا عارف مباريات افريقيا بيبقى عايزه روح عاليه واداء ركوبي قوي. مهمة جدا نتكلم فيها اللي هيحصل النهارده، والاهم من كده كمان ان زي ما انت قلت الكره الثابته عندنا نستفيد منها، نستفيد مميز في الكره الثابته لما كان في مازيمبي وبيقدر ان هو يشتغل عليها بشكل كويس، والحمد لله ان احنا وضحنا الكره بتاعت علي معلول عمل زي ما انت قلت اكثر من واحده بالظبط، لكن كان ممكن التوقيت بتاع الكاري بتاعنا ما كانش بالشكل المثالي، لكن الحمد لله واحده قدرنا نستفيد بيها بكذا واحده الشوط الاول، لكن ما كانش هو اللي نقدر نستفيد منها يعني. الحمد لله ان احنا طبعا طلعنا بالثلاث نقاط في ظروف طبعا صعبه، واجهنا على فكره لاول مره نواجه صعوبات او تعامل
انا عايز اقول طبعا ولا توفيق يعني احنا بنحترمهم وبنقدرهم، لكن تعامله بشكل يعني عايز اقول كبير طبقا للقوانين بتاعت الكاس في التعامل مع الفرق المنصفه. يعني حصل حاجات كتيره واحداث كتيره غريبه جدا، مع ان الناس بعد ما طلعوا من هنا كابتن محمد اثنوا على الاستضافه وقالوا النادي الاهلي نادي مضياف واحنا عملنا لنا كل حاجه، غريبه جدا عملنا معاهم كل حاجه ابتداء من وصولهم المطار ودخول المهندس سمير عادل. كان في شويه مضايقات ثلاث ايام اللي فاتوا، لكن الحمد لله اللعيبه يعني فكرتلهم النهارده اتكلم معاهم في المحاضره جهزناهم نفسيا ان احنا كل المضايقات دي النهارده نرد على الناس في الملعب. اكيد الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده وقت الظهر عاليه جدا رغم ان مرينا بظروف برضه مش طبيعيه طبعا. طمنا عليه يا كابتن محمد. جونيور طبعا يعني عنده الدكتور بيقول عنده كادمه قويه جدا في الركبه، بس ان شاء الله نطمن عليه يعني، وطبعا اصابه قويه يعني، لكن ان شاء الله تبقى ما تاخدش وقت طويل يعني. وفي عصام عاشور برضه اشتكى من الام الرباط الشديد، ففضلنا ان احنا نريحه ودفعنا بشير محمد ادى ناس دوره بشكل مميز، والحمد لله يعني احنا طلعنا بثلاث نقاط الحمد لله على اساس ان احنا نحافظ على او نفوز بخطوه كبيره جدا في تاهلنا ان شاء الله. اكيد اكيد يا كابتن، كله يعني اتعامل بمنتهى الرجوله في هذه المباراه وخرجنا بالغرض اللي احنا عايزينه بالهدف اللي احنا عايزينه وهو الثلاث نقاط. انا عارف انت مجهد جدا خصوصا بعد المباراه، ان شاء الله لما ترجع بالسلامه باذن الله يكون لنا تليفون مطول عن خطه الفريق في الفتره القادمه. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، الف الف مبروك على الثلاث نقاط. يعني احنا بنبارك ثلاث نقاط فعلا، لكن لو كان حصل اي حاجه ما كانش حد هيلتمس العذر لاي حاجه خالص، زي ما كابتن محمد يوسف بيقول يعني كان في صعوبات كثيره جدا واجهتهم مش عارفين ليه بلا سبب، لان النادي الاهلي هنا انتوا عارفين النادي الاهلي اساسا مضياف بطبيعته، غير كده هم نفسهم اثنوا على معامله النادي الاهلي ليهم، فمش عارف ايه وجه المعامله دي بصراحه، مش عارف ايه يعني كانت بناء عن ايه. تاني حاجة الملعب صعب جدا، حضراتكم شفتوه احنا ما كناش شايفين الكرة اساسا فيه، يعني مش عارف انتوا كنتوا شايفينها برضو ولا لا. تالت حاجة حكم المباراة صعب جدا جدا، الحكم ده احنا كنا نتكلم عليه قبل المباراة بيومين ثلاثة بس ما رضيناش نتكلم، قلنا ان محدش يسمع احنا بنتكلم في ايه، حكم ليه صولات وجولات سلبية يعني في افريقيا كمان، فكنا متخوفين منه جدا وفعلا تخوفنا طلع في محله، لو ما كناش جبنا جون كان لينا هدف محقق الغى كابتن ماهر. فمش عارف، لكن رجاله الاهلي رجاله دايما يا جماعه، وانتوا عارفين وانتوا دايما بتراهنوا عليهم والحمد لله بيكونوا قد الرهان. مباراه صعبه بكل المقاييس على اي فرقه كوره، وانت فرقه كوره بتلعب كوره، مباراه تبين لك كمان ان الجهاز الفني بيتعامل زي ما قال الكابتن ربيع ياسين والكابتن ماهر والكابتن شريف، بيتعاملوا على ما فيش ملعب خلاص يبقى نلعب على الثوابت، الثوابت ممكن مره اثنين ثلاثه ما تجيش، الرابعه جت اللي هي كوليبالي نفس المكان، لو تفتكروا حضراتكم الكورنرز اللي جانا هتلاقي كوره بيلعبها علي معلول مش بيلعبها قويه، بيلعبها زي البالونه كده في مكان كوليبالي، راحت مره واثنين اعتقد والثالثه وكوليبالي كان هو اللي بيسدد في كل مره. فدايما مش عايز الفوز ينسينا حاجات كتير قوي، هو بينسي لكن مش عايزه ينسينا حاجات كتير قوي، مش عايزه ينسينا ان احنا لعبنا في ارض وحشه جدا في ظروف صعبه جدا في استقبال صعب جدا. انتوا شفتوا الاوتوبيس امبارح ساب اللعيبه اساسا ومشي وكلها حاجات يعني مش عايز اتكلم، حكم ملعب جو، لكن انتوا عندكم دايما رجاله على قد الرهان زي ما قلت يا بيدو. هو حاول يعطلك، هو عارف ان النادي الاهلي منظم، ان الاهلي بطل القرن، النادي الاهلي فرقه قويه، النادي الاهلي رايح عشان ياخد الثلاث نقاط، فهو بالنسبه له ميدو هو دي العوامل اللي يبدا يعني عارف انت يقلل من خلالها عشان يضايقك عشان تخرج بره عن التنظيم. لكن طبعا زي ما احنا قلنا في بدايه الاستوديو التحليلي، احنا كمان في الاستوديو التحليلي قاعدين منظمين وقاعدين مركزين، تخيل بقى لعيبتنا هناك وجهازنا الفني هناك نفس الكلام مركزين بشكل كبير، اول ما جابت الصوره على الجهاز الفني واضح قوي الناس فيها عندهم تركيز في التسخين من بدايه المباراه. طبعا ده لما الاتوبيس سابهم طبعا بقى جبنا ميكروباصات وجبنا عربيات ملاكي وكل واحد راح في عربيه وحاجه بصراحه
يعني ما ينفعش تتعامل مع نادي كبير يعني. يعني اعتقد النادي الاهلي فوجئنا يعني طبعا حاجه غريبه جدا اول مره يعني بوتسوانا واول مره شفنا شيء كده في اوغندا. شفنا بالظبط كنا بنروح خمس لعيبه كل خمس لعيبه في بيت المصريين وننام في المويل العرب مع العرب او نص للتصدير. رحنا في اوغندا خارج السفاره يعني. لكن عايز اقول لك ميدو زي ما الكباتن اجمعوا ان احنا الجانب الفني في الحاجات اللي بالشكل ده بيبقى المدير الفني عنده من الجمل التكتيكيه. انا اسف ان قاطعك. شايف اللعيبه شايله حلال بس خالد واقف هنا يجيب عربيات حاجه. لعيبتنا رجاله واحنا متعودين خلاص يعني فعلا. لما كنت بتروح لهم امال كنا بنقعد 16 ساعه و6 ساعات 8 ساعات ترانزيت يعني ما بتفرقش معانا لان احنا عارفين الهدف اللي احنا رايحين. النقطه الثانيه انا بحيي الجهاز الفني طبعا اللاعبين ان هم لجأوا للجمل التكتيكيه ميدو في محاولات الشوط الاولاني. اي نعم المستوى الفني ضعيف لكن في محاولات كانت واضحه من الشوط الاولاني ان علي معلول بيحاول يعمل كورسات لازارو من خلال التلت الهجومي المؤثر. محمد هاني على استحياء. وليد كان اكثر نشاطا في محاولات اختراق دفاع تاونشيب من ناحيه الدبل باص بينه وبين ازارو. التصويبات اللي كانت من خارج ال 18 اللي كان بيلجا ليها بعض لاعبي النادي الاهلي زي وليد. لكن كانت الحاجات الثابته اللي فيها كورنر او فولات الجانبيه هي دي ميدو كانت اللي بيركز عليها الجهاز الفني بشكل كبير جدا. والحمد لله ان احنا قدرنا ننجح في محاولات من 3 4 فرص. الفرصه الاخيره ان يقدر كلوبالي يسجل لنا هدف طبعا هدف بيعتبر هدف غاليه جدا بثلاث نقاط. المجهود اللي اتبذل بنحيي الجهاز الفني. طبعا هنفتقد اثنين مؤثرين جدا في مباراه الترجي القادمه منها اصابه اجايي في ركبته وطبعا يمكن النزال الثاني نتمنى يعني النزال الثاني بالنسبه لحسام عاشور. اثنين يا ميدو يا ربيع يا شريف هياثروا معانا بشكل كبير جدا في شغلنا طبعا مع الترجي الاسماعيلي اللي احنا نمره واحد الدوري عوده الدوري العام مره ثانيه باذن الله ثم المباراه الاخيره مباراه الترجي. تمام الحمد لله على ثلاث نقاط دلوقتي. الترجي في المركز الاول في ب 10 نقاط. الاهلي في المركز الثاني بسبع نقاط. كامبالا سيتي في المركز الثالث. تانشيف في المركز الرابع. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم جم بالسلسله التحليلي في تحليل هذه المباراه. حضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في تحليل هذه المباراة اللي قلنا أهم حاجة فيها كانوا الثلاث نقاط. كابتن شريف أيوة. أعتقد إن مفيش فنيات نتكلم فيها كتير لكن في سلبيات ممكن نتكلم فيها. سلبيات هذه المباراة زي ما الملعب زي الحكام. لو كان لا قدر الله الأهلي ما كسبش النهاردة ما كانش حد يعذر حد خالص. لا هو لو كان الأهلي النهاردة ما كسبش كان التعادل برضو بمثابة إنه يكفي إن أنت هتكسب الفرقة اللي عندك دي. والحكم ده كان مطمنك؟ هو بقى بص النيات في الحكام انا ما عجبنيش غير اللاين مان الحقيقه اللي كان ناحيه اليمين ده راجل كان فير جدا وبيحسب زي ما جه ناحيتنا احنا حسب ضربات الحره الغير مباشره اللي هي في الاوفسايد عملها برده على نفس الفريق بحاجات شائكه برده انما كان عادل فيها. انما هو راجل نيه مبياته عايزك تجيب جول صريح يعني عايزك تجيب شوطه عايزك تجيب ضربه ثابته ما ادالكش حاجه مضمونه يعني ما اخفقكش في الضربات الثابته اللي على الاطراف وفي الكورنر بتاعك وكمان انما كان بيحاول او ما بيلاقيك عندك خطوره وفي شك بسيط يروح مسافر عليك. فرحان ان اصحاب الارض دايما معاك موجوده في المباراه ويا ريت اصحاب الارض يكون ليهم التفوق وهم كانوا عندهم نزعه التصويب من اول دقيقه في الملعب كانوا بيصوبوا من بره اللي هي النزعه ما كانتش عندك والتفكير ده اللي ما كانش عندك اسلوب لعبك مش عارف تستحوذ والتحضير انك انت تلعب كام كوره عن طريق وليد سليمان او فكره الشوط يعني او
تصويبه على المرمى دي برده كان غايب عنك. هو دي السلبيات اللي انت كنت بتكلمني عنها خليتك برضو ايه ما بتهزش الفريق اللي قدامك ما بتعملش الشوطه والفولو والحاجات دي اللي هي ممكن تترجم اي اهداف. انما كان في احساس عند لعيب النادي الاهلي ان هم هيفوزوا بالمباراه. اولا لتفوقهم في المباراه الاولى وسهوله الخصم قدامهم وعارفين ان هو مش بالانياب الكافيه ان هم اقوى الامكانيات بتاعته فارق بيننا وبينهم. لا احنا حسينا بس ارضيه الملعب اللي هي مش مخلينا نلعب الكره العاديه بتاعتنا. الباص باص 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 اللي بيوصلنا باسهل طريقه عن طريق الاطراف والعرضيات ان احنا نعمل كور طويله من اجايل ازارو الخطف بتاع وليد سليمان. كل الامكانيات بتاعتك كنادي اهلي اللي هي بتحطها في الملعب في خلال 90 دقيقه الايجابيات اتسلبت منك النهارده على الاقل 70% عن طريق الارض. عن طريق انك انت برضو جبت جول بخطا من حارس مرمى هو عالج الخطا لحارس المرمى بالظبط وحرمك من التفوق في اول مفيش اي حاجه. انت لو كسبان واحد انت قلت لي بعد احنا نزلنا الاستوديو انت قلت لي احنا ضيعنا 3 جوان بالظبط بعد الجون اول ما بتجي لك الحاله النفسيه والتفوق بتقدر تبسط امكانياتك كلها بحريه بقى وبثقه. دي حقيقة. فالحمد لله على الثلاث نقاط والحمد لله على حاجه ثانيه ان كوليبالي ده اصبح خلاص لعيب حر دلوقتي في الملعب عنده ثقه وعنده كل حاجه وعنده اداء يجوز يكون عنده اكتر من كده باذن على ارضيه رادس او مباراه اسماعيل اللي جاي يقدر يدينا اكتر من كده. اكيد اكيد كابتن ربيع برضو يعني لو قلنا الملعب وحش بصراحه يعني مش هينفع العب عليه كوره لكن شايف كان ممكن يبقى عندنا اداء احسن من كده. طبعا ان انت طول عمر ادائك ونتائجك بتعتمد على فنيات موجوده فيك بتتمثل في مدرب قدير بيقدر يدير ويشوف القدرات اللي عنده. خد بالك زي ما قلنا قراءه منافس ده مهم جدا. انت الجعاون الفنيه مثلا نسبه الاستحواذ النهارده انت طول عمرك بتعتمد على نسبه استحواذ كبيره جدا عشان كده بتلعب على الاستحواذ ليك وللمنافس. المنافس بتهمد المنافس بتكسر احتفاظك بالكره دي بتفرق معاك جامد جدا. اثنين رتم المباراه سرعه اللعب خلي بالك رتم المباراه بتحكم فيه حكم فيه بتحاول من دفاع لهجوم باسرع ما يمكن في الثلث الوسطاني عشان تنقل الهجمه في اسرع عدد من اللمسات وتفنش الجول هي ما كانتش موجوده النهارده. برضو الاداء الجماعي والفردي انت بيبقى عندك الاثنين اولت الجماعيه في الدفاع الفرديات بقى بتاع وليد سليمان خد بالك اللي هو الفردي التصويب السرعه بتاعت ازارو خد بالك مؤمن وتمركزه او انتشار عندك انتشار هجومي جيد انت بتعتمد عليه ما كانش موجود النهارده. عندك ترابط ما بين الاربعه اللي بتبتدي بيهم الهجمه ما كانش موجود النهارده. مين الاربعه الرباعي السوريه النهارده ملوش دور. عندك الباكين النهارده الباكين كام كروس اتعمل من اليمين ومن الشمال علي معلول ومحمد هاني بالك صوب كام تصويب حاجات ازاره النهارده خارج الخط مش موجود عمل مجهود كبير جدا حاول انه مش ازاره الفني انا بتكلم على فنيات. طب اخد محمد سعيد ونرجع نشوف برده معاك كابتن سبب الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده ايه. محمد سعيد اهلا بيك. محمد سعيد نوات يا محمد يا الشريف. طب يلا اتفضل يا كابتن ربيع. لك يا ريده انت عرضك برضو التغييرات ما استفدتش منها النهارده كلها تغييرات دفاعيه. طب انت شايف يعني من وجهه نظرك ليه؟ ما احنا ممكن نقول ان 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 السفر بون الارهاق ممكن نقول الارض طبعا يعني مهم جدا. احنا درسنا ان الطقس له ظروف خد بالك يعني قصدي في ظروف ممكن تبعدك مطر ارضيه مش كويسه ارهاق السفر كان طويل جدا واخد بالك ده كله ده اثر يعني برضو ممكن سهوله المباراه نفسها سهوله الفرقه ممكن تكون اثرت في التركيز ولكن في عوامل ما كانتش موجوده عندك فنيا. انت طول عمرك بتلعب بشكل فني مجموعه وظائف المدرب بيبني عليها شغله كله طول الاسبوع ويوم المباراه بيبقى ليك سير مباراه المدير الفني بيديره مع اللعيبه خد بالك وتقرا منافس كويس قوي. حتى النهارده ما فيش تغيير ايجابي في الشكل يعني كان ممكن معلش مع احترامي برضه انا ممكن اتجرأ والعب باثنين روس حرب. انا عندي اثنين روس حرب قاعدين بره على الخط بره عندي مروان عندي صلاح محسن ممكن العب راس حربه ثاني لان السهوله واضحه والفرقه واضحه والاخطاء واضحه. واحنا قلنا واحنا قاعدين الماتش ده بتاع كورنر بتاع فاول بتاع حاله في الاختراق والحاله في الانتشار والحاله في نهايه الهجمه مش موجود لكن ممكن يبقى موجود في كل وقت كان خد بالك. فالحمد لله ان كل ماتش وله ظروف. النهارده ماتش الثلاث نقاط وقدرنا بفضل الله ناخد 3 نقاط وده الاهم. تمام انا يعني برضو هاخد محمد سعيد وارجع لك لان عايز اعرف برضو في ظل الحاله دي كلها وتاون شيب كان ممكن يسجل فينا جول. محمد سعيد اهلا بيك.
مبروك لضيوفك، والف مبروك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الف مبروك عليك وعندك كل البعثه، يا رب يكونوا مبسوطين. طمنا بقى على اللعيبه، طمنا على الاصابات، طمنا على جون اجاييه، طمنا على وليد ازارو وعلى حسام عاشور. اولا النهارده يعني هي مباراه فنيه لكن فيها معدل اصابات كبير جدا ورهيب في ارضيه الملعب، لكن بدايه انا عايز اكلمك عن اجاييه تعرض طبعا لخلع في صابونه الركبه، يمكن دكتور خالد محمود اثناء ما كان يعني بيدرع اصابه اللاعب في الملعب برد مكان الاصابه بتاعت صابونه الركبه، ولكن مبدئيا دكتور خالد محمود يعني الكابتن محمد يوسف بيتكلم ان التشخيص المبدئي هيتراوح من حوالي من 4 أسابيع الى 6 أسابيع، يعني حد اقصى شهر ونص، لكن بعد العوده الى القاهره سيتم اجراء اشعه رنين مغناطيسي على ركبه اجاييه لمعرفه يعني طبيعه الاصابه بالكامل، خاصه ان في الركبه تحديدا قد تكون هناك يعني امور غير واضحه، لكن التشخيص المبدئي يعني الدكتور خالد بيتحدث في هذه النقطه، وده التشخيص المبدئي، لكن في انتظار بعد العوده ان شاء الله، ونتمنى نتمنى ان يكون عند هذا الحد ما يكونش يا رب. كنت لسه هقول لك يا رب يبقى شهر ونص باذن الله يا كابتن ميدو. الحاجه الثانيه عايز اقول لك على موقف حسام عاشور، حسام عاشور تعرض لاصابه في الركبه في الجزء الاخير في اخر 5 دقائق من الشوط الاول، وكان المفروض هيجري تغيير لكن رفض انه يجري تغيير عشان يستكمل الشوط الاول دون اجراء اي تغيير اضطراري اخر ويستكمل المباراه، وكان كيرون نفسها شوطين يعني كان طلب منه ان هو يستبدل عشان يعني لو في اصابه ولا حاجه، فهو قال له لازم ابدا الاول 10 دقائق عشان تقدر اللعيبه تقف على رجليها في البدايه، وبعد كده تشوف انت طريقه لعبك والخطه بتاعتك عشان تقدر تعمل تغيير ثاني. وبالفعل تمام فوزيلي عاشور بدا الشوط الثاني، وبعد 10 دقائق بعد الاتفاق مع الخواجه ومع الجهاز الفني خرج ونزل مكانه طبعا يعني هشام محمد. ايضا كمان عايز اقول لك يعني وليد سليمان الحمد لله خرج سليم، يعني وليد سليمان مفيش اي اصابه خالص، ده تغيير يعني تكتيك تغيير فني بنزول ايمن اشرف في مكانه. سعد سمير ايضا تعرض لاصابه في الخلفيه في منتصف الشوط الثاني واستكمل المباراه وهو مصاب نتيجه التغييرات الاضطراريه وحاجه الجهاز الفني للتغييرات الفنيه من اجل كسب المباراه والفوز ب3 نقاط. موقف رجولي من لاعبين اكيد من لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، الكل كان عند المسؤوليه وفاز بهذه المباراه. اكيد الاستاذ خالد البرندلي رئيس البعثه قرر صرف مكافئات اجاده لكل اللاعبين بعد الفوز في هذه المباراة. بالطبع يعني الأداء الرجولي في المباراة مباراة حالية يحتاج إلى هذا القرار من قبل رئيس البعثة، بالفعل يعني إثارة مكافئات إجادة لكل اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في هذه المباراة الصعبة وفي الظروف الصعبة، أرضية الملعب صعبة جدا يعني بنسبة 99% تسببت في كل هذه الإصابات. مباراة كانت غريبة، غريبة الأطوار في أجوائها وفي الملعب. في وقائع المؤتمر الصحفي يعني الشيء اللافت للنظر ان المدير الفني السوربي لداون شيب بعد المؤتمر الصحفي وجه التحيه لكارتيرون وتحدث على انه من المدربين الكبار في القاره الافريقيه وسيكون له شان كبير وسيكون للاهلي شان كبير خلال الفتره القادمه من خلال اداء متميز للاعبين ومع جهاز فني قوي. تحدث ايضا كارتيرون ان يعني هنا في بوتسوانا يحتاجون الى امكانيات والى تعامل مع مثل هؤلاء المدربين للتواجد في بوتسوانا، ان الكره هنا تحتاج الى هذه الخبرات والى هؤلاء المدربين المتميزين، وضرب مثل بكارتيرون ان هنا الكره في بوتسوانا تحتاج الى امثالك للتدريب هنا. ايضا كارتيرون تحدث على ان هناك تغييرات فنيه وتغييرات اضطراريه، لكن بشكل عام يرى ان اللاعبين كانوا عند المسؤوليه وحققوا 3 نقاط مهمه جدا للفوز بهذه المباراه. يعني الحاله داخل البعثه في سعاده كبيره جدا، لكن الاهم ان في بدايه المؤتمر الصحفي باتريس كارتيرون يعني اهدى هذا الفوز الى روح والد ميدو جابر لاعب النادي الاهلي، وان كل اللاعبين كانوا يخططون في هذه المباراه لاهداء هذا الفوز لوالد ميدو جابر، خاصه ان اللاعب عانى كثيرا وكانت هناك حاله حزن شديده وقت تلقيه الخبر، وكان حزن كبير داخل البعثه وبين اللاعبين والجهاز الفني. دي الصوره بشكل عام كابتن ميدو بعد ما انطلق يعني فريق دلوقتي بيتحرك من الملعب الوطني هنا في جبروني نحو فندق الاقامه، باذن الله يعني بعد ما نوصل هنكون معاكم في صوره باذن الله من الفندق ونشوف بقى اللقاءات ونسمع اللعيبه ويعني احساسه بهذه المباراه بهذه المسؤوليه في ظل ان فوز التردي التونسي على كامبالا سيتي الاولمبي في المباراه اللي انتهت قبل بدايه مباراه الاهلي كانت من النتائج الايجابيه اللي خلت الجميع يلعب بشكل ايجابي هذه المباراه باريحيه. بالظبط كامبالا كان هيفضل مشكله للفريقين في هذه المباراه، لكن الحماس الشديد من لاعبي النادي الاهلي من البدايه حتى النهايه
ده افضل الفريق ان هو يفوز بالثلاث نقاط عشان مباراه الترجي تونس باذن الله تكون مباراه في الصداره في هذه المجموعه قبل الختام مع كامبالا بيكي باذن الله في الجوله الاخيره يا كابتن. اكيد يا محمد، لو ينفع تطمني على ازارو، ازارو كان في مشاكل عنده في الحوض او كان في اصابه خفيفه في الحوض بسيطه، لكن النهارده عمل كميات جري كبيره جدا، فعايزين برضو نطمن عليه ونطمن الجماهير. وكان عصبي جدا صح؟ بالظبط. صح. انا كلمت بعد المباراه كنت واقف معاه عند غرفه الملابس، حالته بعد الماتش الحمد لله هو طمني، بتكلم على العصبيه والنهارده انت كنت دايما بتتكلم على اللعيبه وكان في حماس من البدايه بس ممكن يكون زايد شويه عن الحد، قال المباراه ما كانش فيها هزار يعني كان لازم نكسب والمكسب عشان تكسب المباراه وتحقق ثلاث نقاط كل شيء وارد منك في الملعب، تتعصب ان انت عايز تجيب جون، عايز تتحرك كتير، تعمل مجهود بدني كبير، والاجابات كلها انت بتتكلم في منتاليتي لعيب ده ما يكونش بالفعل بروح الفانيلا الحمراء، يعني انا النهارده بصراحه وخلال تحديدا خلال هذه الرحله في بعض النقاط اللي انا لاحظتها وشفتها بعيني مختلفه تماما عن ما كان يكتب خلال الفتره الاخيره. اكيد اكيد ده طبيعي. يعني عقليه وليد ازارو في المباراه اتبلد على شيء بتدل على انه لعيب بيحارب على انه يحجز مكان اساسي، يتواجد في التشكيله الاساسيه ويحرز اهداف ويساعد فريقه على المكسب. بالظبط. ايضا اداء قضاييه، اداء علي معلول، اداء سعد سمير، سعد سمير بالاداء الرجولي اللي يكمل الشوط الثاني بالكامل وهو مصاب في العضله الخلفيه، هذا ان دل على شيء بيدل على ان لاعب بيموت في النادي الاهلي وعايز يكمل في النادي الاهلي وعايز يكسب مع فريقه داخل النادي الاهلي. في حاجات كتير ايجابيه يا كابتن ميدو بصراحه بغض النظر على الثلاث نقاط من داخل البعثه، يعني الفتره القادمه ظهور النادي الاهلي مع هذه النقاط الايجابيه هنركز مع فريقنا والفتره الجايه هيكون في امور كثيره جدا ان شاء الله مع الفرقه عشان اللي فزت البطوله الافريقيه يكون هو الهدف الاسمى لكل الجماهير في الفتره الجايه. اكيد يا محمد انا بشكرك جدا واحنا مستنيين اي جديد عندك او اي مداخلات عندك، احنا موجودين معاك. محمد سعيد زميل العزيز شكرا جدا لحضرتك. كابتن ربيع يعني بيتكلم ان في روح جيده وفي لعيبه بدات تدخل في روح الاهلي وفانيله الاهلي زي وليد ازارو بيقول كان في عنده عصبيه، يعني حاجات ايجابيه. لعيبه رجاله. بالظبط. يعني خلاصه النهارده ان لعيبه رجاله، لكن احنا بنتكلم عن فانيله ومعذورين. احنا انا سعيد الهدف بتاعي هو ثلاث نقاط في الظروف اللي هي كانت موجوده، ظروف الفرقه النهارده في جو المباراه في يوم المباراه اختلف تماما على الحسابات، اختلف في ملعب، اختلف في حر، اختلف في رطوبه، اختلف في حاجات كتيره جدا. فسير المباراه النهارده لعيب ما قصرتش، لعيب النادي الاهلي طول عمره بيعرف يعني ايه تركيز، يعني ايه التزام، يعني ايه اصرار، يعني ايه رغبه. احنا كل ده كان في الحسابات. يوم المباراه النهارده بقى نزلوا في ملعب غريب جدا، نزلوا في جو غريب جدا، نزلوا في فرقه برضه انت كنت بتقول ان ممكن فرقه تجيب جول. ما فرقه عشوائيه بالظبط، فرقه عشوائيه ممكن في اي حاجه في اي حاجه بالظبط، وكان ممكن جالهم هجمه خطيره جدا في اخر 10 دقائق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه طبعا، لان لازم ننسب الفضل لا ثم للعيبه ثم للجهاز. كانوا رجاله النهارده وعلى قدر المسؤوليه وعلى قدر تفكيرهم ونضجهم ومسؤوليتهم الكبيره وحبهم وانتمائهم للنادي وترابطهم مع بعض قدروا يخرجوا النهارده بثلاث نقاط. اكيد يا كابتن. اكيد كابتن ماهر برضو يعني مدرب تاون شيب طالع بيتكلم في المؤتمر الصحفي على كالتيرون، يعني مع ان كالتيرون النهارده ما ظهرش او النادي الاهلي ما ظهرش فنيا زي ما احنا متعودين عليه، لكن طالع يتكلم احنا كان نفسي يبقى عندنا حد هنا في بوتسوانا زي كالتيرون. تصريحات غريبه شويه. هو غريب، هو طبعا اذا كان بيشكر في المدرب الفني فلازم من الاولى ان يشكر على اللعيبه اللي بذلوا مجهود، اللعيبه اللي اخذوا ثلاث نقاط، اللعيبه اللي بينفذوا فكر هذا المدرب. يعني تملي بتبقى اللعيبه مكمله للمدرب. المباريات دي يا كابتن ماهر بتبقى مباريات فنيه وفكر مدرب، ولا مباريات بتعتمد في الاول وفي الاخر على الروح والرجوله والعزيمه والشخصيه القويه؟ هي قصة البطل طول عمر المباريات الخارجيه الافريقيه من اول بطوله اخذناها 82 بتعتمد على روح اللعيبه يا ميدو بشكل كبير، خصوصا المباريات الخارجيه. المباريات الخارجيه بيبقى عليها عامل كبير جدا انك انت كل الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها السلبيه اللي هم عاشوا فيها اللعيبه بالنسبه للاقامه والفندق والباص وارضيه الملعب و و كل ده بتتغاضى عنها اللعيبه وبتبدا الدوافع تزيد. والاصرار بلغه الكوره بقى الروح القتاليه العاليه اللي احنا بنشوفها. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي كلنا بنتورث النقطه دي يا ميدو، حته الروح الفانيلا. انت بتلعب في احسن نادي في افريقيا، انت معاك احسن لعيبه موجودين في افريقيا والعالم العربي، كل دي دوافع بتدي اللعيبه ان هي تقاتل بشكل كبير. النقطه كمان خد بالك اللي اثرت كمان على اداء اللعيبه النهارده، انا بقول بالايجابي سيبك من الحته الفنيه، النهارده ان هم عايزين ياخدوا ثلاث نقاط عشان يعني الحاله النفسيه اللي كانوا موجوده عليها قبل المباراه بوفاه والد ميدو جابر اثرت بشكل كبير عليهم، لان هم فوجئوا
واخد بالك، وهو اتفاجئ جالهم الخبر وهم موجودين في المعسكر أكيد. قبل المباراه ب 24 ساعه. فطبعا اكيد اثر على اللعيبه. بص حلاوه اللعيبه بقى والجدعنه اللي هم موجودين عليها بلغه الكوره، ان حطوا كل دي بدل ما يتاثروا نفسيا ويحصل نوع من الاحباط ونوع من عدم الالتزام، لا حطوها ايجابيه وطلعوا اتكلموا عنها ان احنا النهارده الثلاث نقاط عشان باذن الله نحافظ زميلنا. وكمان كان الصحفي قال انا بهدي الفوز نفس الراجل المدير الفني اشاد بالجزئيه دي. فانا عايز اقول لك النهارده يوم غير عادي بالنسبه لفنيات النادي الاهلي. في محاولات في الشوط الاولاني حاولنا ان احنا نروح نعمل كورسات بعض التصويبات، لكن كلنا اجمعنا ان المباراه دي هتخلص بكره ثابته في الملاعب اللي فيها صعوبه بهذا الشكل. ما بيبانش اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحب يحتفظ بالكوره، النادي الاهلي التسليم اللي في الرجل، النادي الاهلي واخد على الاختراقات من العمق، واخد على الاختراقات من الاطراف، النادي الاهلي بيجيد الكورسات العرضيه، النادي الاهلي بيخوانته في الثلث الاخير. كل ده الاخراج اللي انت عايزه. فالنهارده الاخراج يمكن كان ضعيف جدا، نسبته كانت قليله قوي، لكن الكور الثابته والجمله التكتيكيه اللي اتعودوا عليها ان هم ازاي يخطفوا المباراه بهذا الشكل نجحوا فيها بشكل كبير جدا. فانا بحييهم من خلال برنامجنا، وبحيي طبعا رئيس البعثة كمان خالد الدردلي اللي هو عمل مكافاه للعيبه النادي الاهلي فوري، هم يستاهلوا فعلا على المجهود اللي اتبذل من خلال هذه المباراه. وقبل كده بحيي طبعا المدير الفني الاشاد بلعبته واشاد بالاداء اللي هم ادوه. عايز اقول لك ان التغييرات كانتش مثمره زي التغييرات في المباراه الاولى، لان طبعا احنا فاجئنا تغييرات اغلبها اضطراريه غصب عنه. برافو عليك يا ميدو. اضطراريه هو فوجي طبعا اصابه اجاي عطلته، وعن حسام عاشور نفس الكلام، وليد بردك السمانه يمكن كان في كرامب في السمانه اثر بشكل كبير. فالنهارده الراجل تقدر تقول ان التغييرات ما كانتش ايجابيه بالشكل اللي هو كان بيفكر فيه، لدرجه ان احنا قلنا عايزين نلعب براس حربه، ربيع قال نلعب براس حربه ثاني، شريف قال نلعب براس حربه ثاني، ان احنا نقدر نتفوق بديفندر واحد في الظروف دي، وممكن نلعب بديفندر واحد بالظبط بالظبط. فالنهارده يمكن يا ربيع ميدو الظروف اللي حصلت خلال الجيم اثرت بشكل كبير. يعني فرقه فعلا مش كل شيء بالظبط. يعني اخر فرصه بيغير 4 و9 انك احنا عندنا تغيير 9 لاعبين و4 لاعبين بالظبط. والنهارده اخر فرصه يمكن في الدقيقه 78 الكره اللي بالعرض لتاون شيب كانت ممكن تيجي جول بالظبط، وكان بقى طبعا اي وقت ممكن يجي فيه جول. اثرت بشكل كبير جدا على ادائنا في هذه الوقت. لكن يا كابتن شريف في وقت فرقه زي دي ممكن تجيب فيه جول. التغيير اللي انا عايز لو ناموا تاني تايم عايز نشرحه للساده المشاهدين، تغيير وليد سليمان بايمن اشرف شايف واضح. بص هقول لك، يعني لسه كاتب دلوقتي الدكتور لما راح مع حسام عاشور بيقول لهم ارضيه الملعب معوره اللعيبه، اللعيبه مش قادره، كل ما بتيجي حفره ينزلوا فيها جايه بترد في سمانه الرجل، بترد في اي حاجه. فطبيعه الملعب حتى الجول اللي انت جايبه من الهواء، يعني مش جاي على الارض، دي حاجه هوائيه وانت قابلت الكوره سماتش زي الفولي بول وجبت جول. فحلول الماتش النهارده انك انت حاولت تأدي على ارضيه الملعب بالباص القوي، فانت لما بتلعب باص قوي عشان تضمن ان هو هيروح لزميلك، وساعات بتلعب الباص يروح الكوره جاريه من قدامك رايحه للخصم، ونفس الشكل على الخصم برضه، ساعات بيجي يلعب كوره انت اللي بتستفيد منها وبتعمل الكونتر اتاك. ما كانش الكونتر اتاك بتاعك بيوفق سرعه ازارو النهارده عندنا، كنا هنقدر نروح نجيب جول بالاسلوب المعتاد اللي احنا بنجيب بيه الاجوال، انما ارضيه الملعب ما بتطبش الكوره بتاخد الكوره وبتروح، هي بتنط عاليه قوي يا بتجري سريعة جدا تروح لحراس المرمى. حارس المرمى النهارده كام مره يا كابتن ميدو بيشوط الكوره بتوصل لحارس المرمى الشناوي؟ لو معاك مكالمه. لا انا معايا مؤتمر صحفي مطالب بعد المباراه الاهلي وتاون شيب البوتسواني، نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم على طول. For the next games. Oui. Oui. Okay.
هو احنا في كره القدم مش دايما بيكون الفنيات والتكتيك هو الكلمه الاخيره. احنا لعبنا ماتش كويس وكان في ظروف جامده جدا اثرت علينا، ظروف غير متوقعه اثناء المباراه وقبل المباراه، وده يعني نعديها ونكسب الماتش. احنا بنلعب قدام خصم عنيد وفرقه كويسه وقابلها سوء حظ، يعني خدنا 3 نقط النهارده احنا سعداء بيهم. اهم حاجه كانت مميزه الماتش النهارده الروح اللي كانت عند اللعيبه، كان في روح قتاليه، الروح دي من قبل الماتش شفناها في المباراه، والروح دي هي سبب اساسي في الفوز بتاعنا. كوتش نيكولا قبل جود جيم فور ذا بويز، وات دو يو ثينك وات شول بي ذا لاست مينت؟ First of all, congratulations to my respected colleague Patrice and Ahmedin for winning. For me, there is no hard luck in football. Such a thing doesn't exist. I saw one equal game. They were extremely good balanced in all four moments of game. They held position just how much enough they needed, because their experience secured them that their privilege on the field. Their defensive organization was amazing. We couldn't find any channel to score. And in both transitions, especially in defensive transition, when they lost the ball in middle area where we could create some problems, reaction of their holding midfielders and defenders were excellent with goalkeeper support. I'm happy with the way my team played today. I think that we were also had good balance. But comparing to them, we failed in offensive transition today. We won more than enough balls in central middle area, and we failed in too slow ball circulation on flanks and delivers in 60-meter box. On the end of the day, they win. Is it deserved or not? Hard to say without video analysis. I think it was equal game, and I feel that we didn't deserve to lose, especially because of one tactical undisciplined mistake, where two of our players. One of our players felt out of defensive corner system zone block, and they scored exactly from that spot where he should be, and he was on middle field. So not many chances. We didn't allow them to create chances. They didn't allow us to create chances. It was hard fight in the middle. I think that we had more ball possession, but totally useless, since that we didn't create one single serious chance to score a goal. Once again, congratulations, and congratulations to Esperanza Tunis, who officially is a quarterfinalist from our group. So greetings from Gaborone to Tunis. And that would be my first impression about him. كتير هختصر اللي قاله. بيقول احنا لعبنا النهارده ماتش كره قدم، شفت ماتش كره قدم في الملعب طبيعي، فرقه كويسه بتلعب كويس وبتكسب. النادي الاهلي كان اعداده مش كبير زي ما اتقال قبل الماتش، بس دي فرقه كبيره وعندها خبره، ما كانش فيه اخطاء في الملعب، ما عرفناش نستغل الاخطاء. لعبوا بتماسك في الملعب قدامنا، ما كناش عارفين نلاقي فرص، حتى الفرص اللي جات لنا ما عرفناش نستغلها. هم عرفوا بخبرتهم يجيبوا فرص ويجيبوا منها اجوان، ويمكن الخطا الكبير اللي كان في الدفاع بتاعنا هم استغلوه بشكل صحيح،
وجابوا الجون بتاع الماتش. وبشكرهم على الماتش، كان ماتش ممتع بالنسبه لنا وبالنسبه لهم. وبهنيهم هم بالترجي، بهني النادي الاهلي والترجي للتاهل. الترجي تاهل والاهلي فرصته كبيره جدا. It didn't matter how you played today, or it's all about winning, because you know, in terms of the flowing start way that we saw in the previous game, or what we used to from Egyptian teams or North African teams, we didn't really see too much of that today. Coach, basically what I'm asking is, did the result matter too much rather than how you played today? And my question to Coach Nicola, Coach, the boys in terms of the energy wasn't really up to speed on what we should be, what we expect. Coach, is it maybe because, you know, it's still pre-season yet, the boys are still trying to adjust to the level of fitness that one of them anticipated will be better when the season starts? At first, talking about the quality of the game itself, like I just said before, sometimes you have different kind of game. Today it was, we didn't decide about the quality of the game we had to play. Depending the quality of the opponent, depending every game has its own story. And today it was a very physical game to play, to midfield working hard, not easy to find to create chances also for us. We had a big injury after in first half. Our captain also an injury at the halftime, so really complicated. That's why I just decided to stay well organized, strong, and to hope that on set pieces we could have our chance. It happened. We are lucky, but before a game we never decide not to play or not to play like we did play today. We did our best with the quality of the moment. زي ما بقول دايما، كل مباراه وليها حساباتها. يعني احنا ما خططناش الاداء اللي احنا اديناه النهارده وطريقه اللعب. طريقه الملعب مع خصم قوي، كان في التحام شديد بين اللعيبه، كان لعب بدني كبير، كان لعب محصور في وسط الملعب، وكان في صعوبه توجد فرص للتهديف، وبرده كان في ظروف سيئه زي اصابه احد اهم لاعبينا في المباراه، فاضطريت اغير الخطه. فلعب اعتمدنا على الكور الثابته، لان السؤال كان بيقول له معتمد على الكره الثابته في انك تكسب المباراه. قال لا، ده جزء من الخطه، مش هي دي الخطه كلها. العب على الكره الثابته، ده جزء من الحلول اللي ممكن تجيب تهديف لما يكون ارضيه الملعب سيئه، لما يكون الخصم بتاعنا قافل مساحات مش مديك فرصه تلعب. As I said yesterday on press conference, yes, we can speak about boys. أهلا بحضراتكم من جديد. ده كان وقائع المؤتمر الصحفي بعد مباراة تاون شيب. مبروك، ألف مبروك لكابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام، يعني كلكم بالتأكيد. يعني النهارده المكسب كان مهم جدا، مبروك أكيد لكل جمهور النادي الأهلي. معايا في هذه اللحظات الأستاذ خالد درندلي رئيس البعثة. أستاذ خالد، بقول لك ألف مبروك، مبروك لجمهور النادي الأهلي، مكسب مهم جدا وفي توقيته. مكسب مهم، والحقيقة إحنا كنا عايزين نستعيد الثقة ونرجع بثلاث نقط نروح بيهم تونس كده، واحنا ان شاء الله عندنا ثقه اكبر من كده، وباذن الله احنا يعني انا شايف ان احنا بنتحسن، والفرقه ابتدت تاخد على بعض، المدرب ابتدى يلم الموضوع، فان شاء الله يعني انا حاسس كده متفائل باذن الله، زي ما كنا متفائلين النهارده. بجد احنا كنا متفائلين كلنا النهارده الحمد لله. طيب، دخلت غرفه الخلع الملابس ووجهت التحيه لكل لاعب، وتلقيت اتصال هاتفي من الكابتن محمود الخطيب، الرساله وما حدث داخل غرفه خلع الملابس؟ لا، الرساله طبعا بنهنيهم، وطبعا واحنا كنا قبل المباراه بيحسسينهم ان المباراه جامده، واحنا بنقول لهم ان انتوا قد المسؤوليه. خلصنا المباراه وكسبنا فعلا، ان هم قد المسؤوليه، ادينا لهم مكافاه اجاده زي اللائحه ما بتقول. يعني بنقول لهم ان كل مصر كانت معاهم، وحتى في جاليه مصريه على قد العدد القليل كانوا صوتهم طالع في وسط الجمهور البوتسواني كله، والناس جايين يباركوا لهم هنا. فالحمد لله احنا سعداء جدا بالفوز ده. الفوز ده له معاني كثيره جدا، وله دفعه قويه جدا للفرقه وللجمهور.
بطل كل الاهلاويه يعني. رساله الكابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي اتقال في الوصف وفي الحاله دي يا استاذ خالد؟ هو الحقيقه كان سعيد جدا وقال لي بلغهم تحياتي تهاني كل مجلس الاداره، والحقيقه كذا عضو مجلس اداره من زمايلنا كلموني برضو يباركوا لي، ومش احنا بنبارك لبعض يعني، احنا كلنا في مركبه واحده. الحمد لله احنا سعداء جدا بالفوز ده، فوز له معنى كبير وله تاثير على بدايه دوري. احنا عندنا دوري قوي هيبدا بماتشين مهمين، الاسماعيلي والمصري، عندنا مباراه الترجي، فلازم نكون راجعين من هنا منصورين. الحمد لله معانا 3 نقاط ثمان جدا تمام، فاحنا فعلا كنا محتاجين الدفعه دي. ازاي الدفعه المعنويه دي نستفيد بيها في المرحله القادمه وجمهورنا يتعامل مع هذا المكسب بالاهميه المرحله القادمه استاذ خالد، بحيث تركيزنا كله يكون مع فرقه الاهلي للبطوله الافريقيه؟ لا مش افريقيا بس، الدوري كمان، احنا عايزين الدوري الافريقي، وعايزين يعني الاهلي كده يرجع، ونقول يا رب الجمهور يرجع كمان، تبقى الكره ليها طعم. والنهارده بقول لك انا سعيد جدا بالجاليه المصريه البسيطه جدا اللي جم حضروا وكانوا بيشجعوا، وستات واولادهم، ويعني الحقيقه يعني نفسنا بقى نشوف الكلام ده في مصر بقى كمان، الجمهور يرجع، والدفعه دي تدي ثقه للفرقه وتدي ثقه للجهاز الفني، جهاز فني جديد. فطبعا النهارده كان بالنسبه له اول ماتش خارج مصر، له دفعه كبيره قوي عندهم يعني. اول حاجه يعني قالها قلتوها مع باتريس كارتيرون او مع كابتن محمد يوسف فورا انتهاء المباراه؟ لا احنا حضرنا بعض، هو الراجل ما فيكش كلام، لان احنا فعلا انا حاسس احنا كاهلاويه مستنيين الفوز، وهو كمدير فني جديد مستني الفوز لاول ماتش خارج مصر، فيعني احنا الاثنين كنا مشتاقين للثلاث نقاط دول. شكرا جدا يا استاذ خالد، الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن ميدو، لقاء سريع مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه، لكن في هذه اللحظات اللاعبين بالكامل والجهاز الفني داخل احدى القاعات لتناول وجبه العشاء. بعد قليل هرجع لك باذن الله، ويكون معايا لقاءات خاصه وحصريه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في المباراه واحداث هذه المباراه والثلاث نقاط والمنافسه على البطوله الافريقيه. في تفاصيل كتير هنتكلم فيها النهارده في هذه السهره بعد الفوز بهذه المباراه، والاهلي الان في المركز الثاني ب7 نقاط، ومباراه الترجي هي مباراه الصداره يا كابتن ميدو لاعتلاء صداره المجموعه الاولى. اليك الكلام. شكرا جدا يا محمد ومستنيينك. طب يلا 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 سامعك، اتفضل كابتن سامي. كابتن سامي ومصان، احنا على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي مع الكابتن عبد الحميد حسن والكابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن ماهر همام. مبروك المكسب والثلاث نقاط، ويعني مباراه كانت فيها رجوله كبيره جدا من الجهاز واللعيبه. الحمد لله، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، وطبعا برحب بالكابتن ربيع ياسين، كابتن شريف، كابتن عبد الحميد، وبقول كابتن ماهر همام طبعا انت كابتننا واستاذنا. طبعا مباراه مهمه جدا، وممكن حضرتك شفت الملعب قد ايه عامل ازاي، وشفت الظروف بتاعه المباراه كانت صعبه ازاي، والفرقه بتلعب اخر امل ليها عشان يقدروا يوصلوا للادوار يعني النهائيه. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كالعاده يعني، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي الحمد لله بتظهر في المواقف ديت، ومباراه الحمد لله يعني كنا محتاجينها جدا، واتمنى ان شاء الله استمراريه ان شاء الله الاحسن ان شاء الله. اتعاملتوا بقى ازاي في هذه المباراه؟ انا عارف كانت في اسرار كتير وكنتوا قافلين كويس قوي على الفرقه في الماتشين. اتعاملتوا نفسيا وبدنيا وفنيا للثلاث نقاط في المباراه ديت؟ هو طبعا مستر باتريس وكابتن محمد زي ما حضرتك قلت انت وانت الفتره اللي فاتت ديت، النواحي النفسيه الراجل شاطر فيها جدا وبيتكلم فيها كتير جدا، النواحي الفنيه اشتغلنا عليها كتير في الملعب، خصوصا الكور الثابته الراجل بيركز فيها جدا، لان عارف بيبقى حل كبير جدا خصوصا في البطولات الافريقيه، مهم جدا. عندنا اطوال كويسه نقدر نستغلها، والحمد لله ده اللي فعلا حصل. التقفيل اللي قفلنا كويس، كنا عارفين ومستر باتريس اتكلم في النقطه دي ان هم هيبقى عندهم اندفاع هجومي كبير، لازم نقف كويس عشان ان شاء الله نقدر نستغل الارتداد بتاعنا، ان شاء الله عندنا فرصه، وده اللي حصل في اخر ماتش. كان عندنا فرص كتيره جدا، كان ممكن يبقى نكسب اكتر يعني، لكن الحمد لله احنا حققنا الهدف، ان شاء الله نتمنى الاحسن اللي جاي ان شاء الله. تعاملتوا ازاي مع الاصابات اللي حدثت اثناء المباراه، التغييرات الاضطراريه، في ظل انت محتاج اي لعيب ممكن تغيره في المباراه او تستفيد بتغيير في المباراه؟ طبعا دي انت عارف الاصابات دي بتبقى حاجات قدريه انت ما تقدرش تتحكم فيها يعني، لكن الحمد لله احنا عندنا مرونه من اللعيبه سواء في الملعب او بره الملعب، قدرنا نغير الحمد لله، تغيير اسلام في وقت كويس، هشام محمد في وقت كويس جدا، حتى ايمن have the chance to have I really have the chance to have a fantastic staff. Sami is someone very humble, but he see very clearly in football. He will become one day a very good coach because he see everything tactically is really perfect.
So I want to congratulate him. He had done a perfect analysis of our opponent once again. So he's my little brother, and I will help him to become a fantastic coach. And the players? Player, fantastic spirit. You know, sometimes you have a week, like this week, it was a terrible week. Everything went bad. We know about Mido, injuries in first half, very... But once again, with such a spirit, we can do a lot of good things. I said last week that I wanted the player to... I wanted the respect to be back, the respect of themselves, the respect of our fans. And today I told them, I want you to be proud about yourself. So tonight I'm really proud about what they did, because they play for Mido Gaber, and they were fantastic. The spirit was amazing, defensively great, bad field, but really, really proud and happy. And I really want to congratulate all the club. I'm here now for 1 month in Ali. I really feel that we are a family, so I really want to thank the other board member, all my staff, all the fans. They are supporting us all over the world. It's fantastic. We had fans coming also from Botswana, so the club deserves it. We're going to fight. Every game will be very difficult. We know about it, but we are humble. We're going to work hard to help our fans to be happy. But 3 points is very important in group stage. Yeah, very important. Especially to see that the spirit in the team is back. I want the player to be proud about what they did today, because it was a terrible week, and 3 points. We will have a fantastic game to play in Esperance Tunis, but tonight with what we did here in 2 games, 6 points in 2 games, it's really, really good for the future. Okay, but what did you say about Agaye, Maloul, Hussam Hashour, Saad, Samir, Azaro? I just say that we have good player. We have good player. We have a good team. Like I said, you know, in football, to be talented is not enough in football. You need to have a fantastic spirit. Today we won the game because of our fantastic spirit. That's why I'm really happy and proud for all Ali fans tonight. And Captain Mustafa Kamal? Oh. Goalkeeper. Goalkeeper coach. No, Mustafa is someone that... He's passionate by his work. He loves his goalkeeper. He always wants to work too hard with them. I say, no, Mustafa, don't push too much, don't push too much. But no, he loves, Mustafa loves the club, the goalkeeper loves him too. And I really want people and our fans to make sure that the staff and I, we really want to help the club to have a lot of titles and to have great results like today. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Batres. كلام مهم جدا طبعا من باتريس سكرتيرو، لكن عن بالتاكيد كابتن مدعو انا واصل معاك الترجمه واقول لك بالتاكيد كل التفاصيل اتقالت، لكن كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال، يعني انطباعكم بعد تعليقه؟ احنا بنتكلم في عائله واحده، مبسوط ان هو موجود معاك وحاسس، ويمكن وجه رساله خاصه لكابتن مصطفى كمال هيقولها دلوقتي، لكن كابتن سامي الاطار ده شايفه ازاي؟ هو طبعا اللي بيعمل الحاله دي طبعا مدير فني، هو اللي بيبقى قادر يعمل حاله الحب ده. الحمد لله كل الناس بتشتغل باخلاص، انت عارف النادي الاهلي مكان النادي الاهلي، فهو ده اللي احنا متعودين على النادي الاهلي، وهو جاي الحمد لله يعني عنده المبادئ ديت، بيقدر يعمل حاله كويسه من الجهاز، بيدي كل واحد صلاحيات، بيدي كل واحد يقدر يقول رايه في توقيت مناسب، ويقدر ياخد بكل الاراء، فدي حاله طبعا الحمد لله نتمنى ان شاء الله اللي هي دايما تشوف في النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله مع الانتصارات كده ان شاء الله تحقق اكبر واكبر ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، والف الف مبروك. كابتن مصطفى كمال، رسالة كارتيرون وكلامه، بقول له يعني تقول ايه لكابتن مصطفى كمال جاكول كيبر، يعني تعليقك. لا هو طبعا مبارك للجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه طبعا كل الناس، بصراحه يعني ماتش مهم جدا، مكسب مهم جدا النهارده الحمد لله. لا هو مستر كالدرون دايما بي بي بيلعبني يعني، دايما يقول لي المدربين حراس مرمى كلهم بيحبوا دايما ياخدوا وقته عشان بيمرنوا، هو ده طبيعي لان انت طبعا بتبقى معاك 3 تجوان أو 4 تجوان طبعا، فبتبتدي ان انت محتاج وقت عشان تبتدي تشتغل على جزء احماء الاول، بعدين تشتغل على جزء مهاري وجزء خططي، فبتحتاج وقت كتير، فهو بيحسب دايما يقول لي انت بتحتاج دايما خليه يكلمه وهو معاك، فالحمد لله رب العالمين. يمكن احنا الحمد لله زي ما هو قال بنشتغل كجروب واحد وكعيله واحده الحمد لله رب العالمين، والحمد لله كلنا ده اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه في النادي الاهلي، دايما بنشتغل روح الجماعه وتيم ورك واحد، لان في الاول وفي الاخر احنا عايزين نقدم لمدينة حاجات كتير جدا، نرد جزء يعني يمكن بسيط جدا من جميل النادي الاهلي فضل علينا. قول له لسه بدري يا سعيد، لسه بدري، محتاجين حاجات كتير جدا.
في الموسم يعتبر دلوقتي مباراه تاونشيب في اسكندريه وهنا الحمد لله 6 ميدو بيقول لك لسه بدري ومحتاجين كتير قوي لسه يعني كابتن عبد الحميد عايزين بيقول لك لسه بدري طبعا في الاستوديو مع الكابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين كابتن ماهر همام طبعا بسلم عليهم كلهم طبعا وحشين كلهم وكابتننا الكبار بسلم عليهم واحد واحد وميدو بيقول طبعا لسه بدري طبعا النادي الاهلي ده بيتعود رقم واحد وانت زي ما انت عارف ميدو احنا يعتبر في بدايه موسم طبعا لسه الفورمه بتدخل بعد ماتش يعني التالي الاخر كده بعد ماتش بلامين كويس ان احنا بندخل فورمه واحنا بنحقق مكسب ودي حاجه مهمه جدا لان احنا كمان كنا في وضع يعتبر في المجموعه يعتبر كنا اخر مجموعه لكن النهارده الحمد لله بنحاول نعدل من وضعنا النهارده نوصل 7 الحمد لله ده يعتبر حاجه كويسه جدا في ظل ان انت بتجهز كمان فاتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يبقى زي ما احنا عودنا جمهور النادي الاهلي دايما على طول ان شاء الله من فوز لفوز ان شاء الله شكرا كابتن مصطفى شكرا جزيلا كابتن ميدو هنرجع لك دلوقتي في انتظار عدد من اللاعبين ما زالوا داخل القاعة في الفندق لكن عايز اقول لك باتريس كارتيرون سريعا يعني نتكلم على ان المكسب ده كان مكسب مهم جدا اشاد بيه الجهاز الفني المعاون اللي معاه قال احنا يعتبر عيلة واحدة سعداء بهذا الجهاز اللي احنا مستمرين فيه المرحلة القادمة مكسب كان مهم جدا الجروب دلوقتي او مجموعة النادي الاهلي بعد 3 دلوقتي دخلنا في المرحلة القادمة اتكلم على اللعيبة وحددت عدد من اللاعبين في هذه المباراة لكن وليد سليمان كلمة مبروك يعني الكل سعيد في هذا المكسب والناس كلها مبسوطه بهذا المكسب وبهذا الانتصار يا كابتن ميدو لكن ارجع لك لاني خلاص هستعد بقى احد اللاعبين في هذه اللحظات وان شاء الله مستمرين معاك في التغطيه يا كابتن ميدو يلا مستنيينك يا محمد تمسك وليد سليمان يعني مسكه مسخه جامده شويه محمد سعيد طبعا حاجه جميله جدا زميلنا حاجه محترمه وحاجه جميله بيعمل شغل دايما عالي جدا ودايما بيقوم بتغطيه مميزه ومفصله في نفس الوقت كالترون باين قوي ان هو ذكي جدا ما شاء الله عليه يعني ذكي عارف كل اللي حواليه بسرعه او لما كل اللي حواليه بسرعه سامع وصل من المدربين الكويسين قوي كنا بنتكلم عليه قبل ما يجي النادي الاهلي كان عامل شغل جامد جدا مع حرس الحدود هو شافه بسرعه مش عارف شافه ازاي او سمع عنه وقال كمان ان هو مدرب دايما بيشتغل باحترافيه بيشتغل بتكتيك معين هو بيتكلم على سامي قمصان وبيقول ان هو منتظر ان هو يبقى مدرب كبير في المستقبل القريب بيتكلم كمان ان هو اتكلم مع اللعيبه قال لهم ان احنا كلنا ثقه فيهم وعايزين نرجع الثقه وعايزين نرجع الثقه لجمهورنا واحنا لازم نبقى في المكان بتاعنا المناسب يعني على الكلام اللي بفكره اتكلم معاهم ان احنا لازم هو سأله على سعد سمير وسأله على دول لعيبه موهوبه قال بس لازم الروح كمان تبقى في كل اللعيبه لان اللعيب من غير روح مش هيبقى لعيب كوره حاجه جميله جدا اتكلم بصراحه في شكل احترافي اكيد هنزيع حواره بعد كده لو في وقت قبل ما نسيب حضراتكم ونترجم لحضراتكم بالظبط لان ده الكلام اللي احنا اللي انا فاكره يعني كابتن شريف كنا بنتكلم قبل ما نروح لمحمد سعيد على تغييرات المدرب الجميل ده اللي هو كان فتره الاعاشه اللي حطها في مصر قبل ما يجي هو ويمسك النادي الاهلي قبل كده ادته الروح المصريه وده يقدر بسرعه انه طبعا يتاقلم مع اللعيبه المصريه ويشوف ده طبعا اجاييه احنا شفنا للاسف كوليبالي شايله شفنا كوليبالي قاعد معاه في الاوضه جاب الجون وده كان الجائزه بتاعته انه يشيل نجم من نجوم المباراه برضه حاجه جميله جدا روح حلوه اللي هي بين لعيبه ده التوفيق اللي قال عليه كابتن ربيع ان ربنا لما بيحب حد بيوفقه طبعا واللعيبه بصراحه النهارده ما بخلتش على الملعب اللي هو السيء ده باي مجهود الحقيقه والمكسب حلو طول عمر اللعيبه والمكسب حلو بشوف الحنان والحب والاشاده بالاجهزه الفنيه في وسط بعض وانك بتحوط على بعض كده والروح اللي بتوصلك دايما في مكانتك الطبيعية او المكانة المتميزة اللي انت لازم تبقى موجود فيها 7 وتكسب ان شاء الله في تونس تبقى اول مجموعة وترجع انت فعلا دي حقيقة انت البطل الحقيقة اللي بيدي انذار شديد اللهجة الى جميع الفرق اللي موجودة بجميع اللاعبين الحقيقة كل لاعب انت لو تبص لهم هم داخلين هم ليه قدر وليه اداء وليه وماشيين بالعافية وماشيين بالعافية يعني كله داخل مفيش حد داخل سليم بص يعني الوحيد اللي سليم فيهم من داخل يزك كمان يا ميدو خد بالك الفرحة اللي موجودة على المصريين بص يا شريف الفرحة اللي موجودة على المصريين اللي صوروهم ده هو الجماهيري واخد بالك الجمهور انت بتمشي يا ماهر واحنا بنسيبهم في البلاد دي ونمشي بيعيشوا على الذكرى احنا على ذكرى المكسب ده وبيفضلوا على هي دي يعني الوردة الوحيدة اللي احنا بنديها لهم طبعا بيصوروهم وهم بيسلموا عليهم حقيقة أزارو الشناوي بص الراجل بيسلم علينا فرحة المصريين وجميل إن أنا أبقى رئيس بعثة وفرقتي بتكسب وأنا خارج مصر خدت بالك فحسام عاشور وسعد سمير
في يعني الحقيقه اللعيبه حاسه بال بصراحه بالمسؤوليه والمكسب حلو طبعا مكسب حلو طبعا. قلت قبل كده ان الرئيس بعث النادي الاهلي بدرجه سفير بصراحه بدرجه سفير وحاجه جميله جدا استاذ خالد حاجه جميله جدا مشرفه هو والعائله كلها بتاعته قبل كده انا وكابتن ربيع لسه بنتكلم على الوالده الحاجه هدى انسانة خدومة وانسانة جميلة وربنا يديها الصحة من اعضاء مجلس ادارة المحترمين يعني كابتن الاتحاد الافريقي ازاي هيفضل لغاية امتى بيسمح باللعب في مثل هذه الملاعب؟ لا هو ظروف بلد و يعني ظروف بلد مش عارف تعمل ملعب ده بيقول لك ده احسن ملعب في بوتسوانا لا مش احسن ملعب هو بيقول احسن ملعب والله انا لعبت في بوتسوانا الملاعب خلي بالك مالت في الثمانينات والسبعينات والستينات احسن ملعب الفريق ده لا ممكن ظروف ملعب وظروف بلد وظروف مباراه وبعدين خلي بالك هو هياخد النادي الاهلي على الملعب الكويس عشان يقطعه النادي الاهلي فنيا خد بالك صح خد بالك النقطه دي لازم يلعبك لازم يعطله طبعا والملعب لو تلاحظ خلي بالك ملعب كبير كمان كبير قوي يعني عشان هم خفاف انما ما ينفعش في الظروف دي ياخد بطل افريقيا في ملعب مريح عشان يساوي 4-5 بطوله افريقيا دي اتلعبت فين؟ شفت الملاعب بتاعت بطوله افريقيا اللي اتلعبت فيها اخر بطوله دي؟ مين؟ شفت الملاعب دي اللي اتعور فيها مروان محسن دي وراحت راحوا من خمس ست لعيبه في العالم من افريقيا رجليهم راحت في الجابون 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 يعني كانت الجابون ده ايام ما كنا بنروح كانت ملاعبها كويسه جدا وبعدين ده المفروض عندهم مطر 12 شهر يعني هم دلوقتي عندهم الصيف تلاقي المطر نازل برضه كل عام يعني انا مش عارف الملاعب دي لا انا قصدي ظروف الملاعب دلوقتي احسن من احسن من الثمانينات يعني. انت فاكر الفنادق والملاعب والاجواء والدنيا وكنت كان بتلعب بالنهار واحنا سيبك كنا بنعمل الساعه 2 الظهر ايوه واخد بالك والحظر التجوال يعني دلوقتي كمان الحظر التجوال اللي كان موجود طب نروح تاني بتسوانا ونرجع على طول اتفضل لسه جاهزين ولا لسه ولا جهدتوا لا احنا النهارده عيد ان شاء الله يلا نروح بتسوانا ونرجع تاني مع محمد سعيد اتفضل أقول مو يا مانس انت ضحكت اتفضل يا محمد كابتن ميدو ولضيوفك ولكل جمهور النادي الاهلي لكن معايا بقى جماهير مصريه واهلاويه هنا متواجده في بوتسوانا اولا برحب بيكم بقول لكم الف مبروك احنا على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي مع نجومنا الكبار نجوم النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم كابتن ماهر همام كابتن عبد الحميد حسن فاولا عايز اعرف يعني تابعت المباراه ازاي النهارده وجايين على مسافه قد ايه عشان تحضروا الماتش النهارده هنا في بوتسوانا اسمك الاول اتعرف عليك طيب كلميني على الماتش النهارده وقولي لي جايه مسافه قد ايه عشان تحضري الماتش؟ سكر ايه انجليش؟ مش فاهمه اوكي طب كلمنا عن المباراه لا للمباراه احنا كنا سمعنا عنها يعني احنا كلنا في الجاليه يعني كلنا قلنا لبعض وبعد كده احنا قاعدين في البلد يعني فروحنا جايين على طول والماتش يعني فبس طبعا كنا مبسوطين قوي ان احنا نشوف الاهلي يعني بيلعب يعني والماتش كان حلو والحمد لله يعني كسبنا 1-0 الحمد لله يعني ونفسنا نشوف الاهلي بقى في ماتشات ثانيه ان شاء الله يجي بتسوانا ثاني يعني ان شاء الله اول مره يجي بتسوانا فكانت بالنسبه لكم عيد كبير طبعا 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 يعني اي حاجه بتيجي من مصر بتبقى حلوه طبعا فكانت مفاجاه لذيذه جدا جدا يعني وبعد كده كان الواحد كان سمع يعني في عن طريق المستشفى يعني قالوا لي فريق جاي من مصر جاي يلعب بوتسوانا وبس وقلت الناس كلها كانت متجمعه يعني متحمسين للماتش ده يعني طيب برضه عايز اعرف تعليقك ووجود الاهلي هنا بالتاكيد ده عيد لكل المصريين وحضرتك كنت موجود حتى في الفندق هنا قبل الماتش بيوم يعني حرصت انك تيجي كمان للاوتيل وتتسلم على الفرقه وتسلم على اللعيبه والجهاز فعلا ورحنا كمان التدريب اللي اتعمل قبل الماتش بيوم على الاستاد وطبعا كانت فرصة جميلة خالص ان احنا نشوف فريق من بلدنا وان احنا طبعا بنشجع اي فريق يجي من مصر الاهلي طبعا وانا بالذات اهلاوي المدام زملكاوية بس النهاردة لابسة احمر ومبسوطة وبتشجع الاهلي وكان النهاردة ماتش حلو خالص عقبال ما ربنا يوفق الاهلي في الماتشات اللي جاية بإذن الله ويرجع الامجاد بتاعه الاهلي اللي على ايامي انا كابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وشطه وفتحي مبروك وطاهر ابو زيد والجيل الذهبي وطبعا البركه في الشباب اللي موجودين دلوقتي ودول بيمثلوا مصر واحنا مبسوطين ربنا يوفقهم ان شاء الله هنا الجاليه المصريه عددها قليل احنا يمكن ما صادفناش قابلنا مصريين او مشجعين كره قدم موجودين هنا في بوتسوانا كتير
الجاليه المصريه فعلا عددها قليل خالص هنا. احنا الدكتور حسام ممكن اقدم مني هنا تقريبا ما نتعداش مثلا ممكن كل المصريين 50 فرد وعائلات قليله يعني. دكتور انك زملكاويه يعني قالها لك على الهواء، لكن النهارده انت كنت موجوده وبتشجع الاهلي اكيد بيمثل مصر. مصر طبعا طبعا بنشجع طبعا مصر وبنشجع الاهلي النهارده والف مبروك، وباذن الله نتمنى التاسعه باذن الله للاهلي المره التاسعه ان شاء الله. عارفه الاهلي واخد 8 دوري ابطال افريقيا حافظين. طبعا الف مبروك كلنا مبسوط تاسع يا اهلي. الف مبروك. وجود الاهلي عيد هنا بالنسبه لكم؟ طبعا اي حاجه من ريحه مصر بتبقى جميله وبتبقى عيد بالنسبه لنا يعني. طبعا الف مبروك الف مبروك الف مبروك. بالتاكيد يعني انتصار مهم والناس بتتكلم فرحانه وسعيده بان وجود النادي الاهلي هنا وعيد بالنسبه لهم يا كابتن ميدو، حتى لو في بعض الجاليه المصريه زملكاويه لكن وجود النادي الاهلي بالنسبه لهم طبعا بيمثل مصر وسعداء ان الاهلي بيفوز وعارفين 8 دوري ابطال افريقيا ويقولوا كمان التاسع اهلي. بعد قليل باذن الله هيكون في تنسيق مع كابتن محمد يوسف لاجراء عدد من اللقاءات مع اللاعبين. اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا جدا محمد سعيد وشكرا للجماهير الجميله دي حتى لو كانت زملكاويه، بس بصراحه زملكاويه يعني جميله. بتتكلم ان النادي الاهلي بالنسبه لها فرحه وبتتكلم على النادي الاهلي، فيعني خليك اهلاوي طيب طالما انت عارف النادي الاهلي كده. يعني مكسب، المكسب حلو، المكسب حلو يا كابتن ربيع. طبعا الدنيا كلها فرحانه، الناس كلها فرحانه، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما كابتن قال انا بحاول ارجع الثقه تاني وبحاول ارجع الثقه للعيبه والجماهير والدنيا ترجع تاني ونحط الاهلي في مكانه الطبيعي. هو احنا قلنا الراجل مدرب كويس ان شاء الله، ربنا يوفقه، وبدايه كويسه جدا، واضح انه مدرب يعني عنده شغل كويس وعنده فنيات وعنده شخصيه وعارف يعني ايه نادي اهلي، يعني ايه كيان، يعني ايه لعيبه، يعني مسؤوليه، يعني ايه بطولات، عارف. وهو راجل لما اشتغل ثبت وجوده في افريقيا وثبت وجوده في مصر هنا في دجله، عمل حاله كويسه فنيه رائعه، وفي دجله كان في عهده فرقه كويسه، وبدايته مع النادي الاهلي بدايه طيبه جدا ان شاء الله. اتمنى له التوفيق باذن الله تعالى، وعارف ان هو النادي الاهلي نادي بطولات، مفيش هزار خالص. أكيد. وربنا يوفقهم يا رب، ومكسب كويس النهارده، وان شاء الله يعني البدايات الحمد لله مبشره وكويسه، فهنستمر ان شاء الله تعالى وربنا يوفقهم باذن الله تعالى. اكيد يعني. كمان باتريس كالترون في حديثه مع محمد سعيد اللي كان جيب الصدفه بالصدفه جميله جدا كمان، قال واكد تاني على ميدو جابر وقال ان احنا بنجي الفوز ده لروح والد ميدو جابر. وكمان الراجل لو خدتوا بالكم يا جماعه الراجل مش فرحان، الراجل مش مبسوط، الراجل فعلا متاثر. ميدو جابر زعل جدا واحنا كلنا زعلنا جدا، وكان لازم نكسب عشان نهدي الفوز الوالد ميدو جابر. شخصيه حلوه جدا، شخصيه جميله كابتن. لا هو شخصيه جميله وبيقرب الناس ليه بشكل كبير، وخبرته في شغله مع وادي دجله ساعدته بشكل كبير جدا ميدو. هو طبعا كان عينه على النادي الاهلي وكان بيتمنى ان هو يدرب النادي الاهلي، فربنا وفقه ولبى له هذا الطلب، وهو سعيد جدا ان هو موجود مع النادي الاهلي مع هذا الجهاز كمان المحترم اللي اتكلم عليه في المؤتمر بشكل كبير جدا، على اللعيبه كمان المميزه اللي تشرف اي حد اميره. يعني اي حد هيشتغل مع اللعيبه دي هيعمل تاريخ وهيعمل انجازات وهيعمل حاجات جميله جدا. فالنهارده الحمد لله احنا بدايه موفقه للنادي الاهلي من بدايه الموسم، الحمد لله رب العالمين، بدايه موفقه في البطوله الافريقيه. ربنا يكرمنا يا رب، خلال هيبقى 72 ساعه وثلاث اربع ايام هيبدا الدوري. وطبعا ثقه كبيره جدا ان احنا نبدا الدوري واحنا الحمد لله رب العالمين في افريقيا ماشيين كويس، هتدينا دفعه طبعا ان شاء الله في الانطلاقه بتاعه بدايه الدوري. عايز احيي جمهور طبعا مصر الحبيب، اذا كان زملكاوي او اهلاوي فانت النهارده بتكسب باسم مصر. اكيد. فتحيه لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في بوتسوانا. نتمنى ان شاء الله باذن الله موسم جديد 2018 2019 للدوري العام. النادي الاهلي هيقفل الملف مبدئيا الملف الافريقي وهيبدا يشتغل في الدوري العام اللي هو على الابواب ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم يا جماعه في ظروف استثنائيه جدا، النادي الاهلي بيلعب في ملعب صعب جدا، وبنتكلم في ظروف يعني كلها يعني ضد النادي الاهلي، لكن في العموم لسه النادي الاهلي بشكله اللي احنا متعودين عليه لسه ما رجعش يا كابتن شريف. انا الحكام ايه؟ الحكام الافريقيين يعني افارقه؟ يعني نفضل نعاني لغايه امتى؟ بختك يا ابو بخيت بقى. يعني هقول لك على حاجه. قول لي. انت ادائك اللي بيجعل اي حد جوه المستطيل الاخضر ان هو يامن لك. انت عندك ظروف النهارده ان الملعب وحش. فبيحصل حاله تقاسم ليك في المباراه او رد فعل من الفرقه اللي قدامك انها تقدر تهددك وتروح ناحيه ثانيه. لما كان في ثبات النهارده، ولاول مره انا ما تعرضناش للحوار ده، ان الديفنس بتاعك النهارده كان ثابت بشكل مش عشوائي، مش مهزوز، مش مخضوض. هو انت اللي بتعمل حاله الخضه
لاي فرقه لما تلعب على ارض سليمه الباص بتاعك الكتير بيزهقها، بيخليها تلعب عشوائي، بيخليك انت تعمل اختراقات وتقدر تفوز على اي فرقه، عشان دايما انت كده مستني يقول لك 3 4 احنا الفرقه دي ممكن نكسبها 5 بعدد وافر من اهداف. ليه؟ انك انت اسلوب لعبك هو اللي بيجعل قدامك هو اللي يامن ان انت البطل. فالحكام انت مش هتسيطر عليهم الا وانت مستواك عالي جوه الملعب، فمش هيقدر خلاص عليك يعني، حتى الحكم نفسه مش هيقدر عليه يرغي لك كره زي دي فيها شبهه ان حد اشترك مع حارس مرمى، ده ما فيهاش حاجه لو انها خارج خط الثقه. وبعدين كابتن سمير عثمان جاي لك يشوف برده، نشوف رايه في القصه دي، نشوف ايه الحكايه يعني. ف احنا سالتني مره قلت لي مين يقدر على نادي الاهلي، قلت لك ما فيش غير الحكام الافارقه وربنا طبعا ان هو ان يبقى مش رايد لك الفوز وعدم التوفيق في اي مباراه. ف الحمد لله ان احنا النهارده في المرتبه دي بتاعتنا الطبيعيه ان احنا موجودين وعوضنا كل ما فاتنا الحمد لله يا رب دايما. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شريف والف مبروك ليك علينا كلنا ان شاء الله. الاستوديو كده مبارك لبعض باذن الله. باذن الله يا كابتن. كابتن ماهر بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ميد متشكرين والف مبروك يا كابتن الطبيعي. الحمد لله دايما وبتشرف فيك والف مبروك. الحمد لله على الف مبروك ومتشكرين جدا. شكرا جدا. ده كان تحليل نجوم الاستوديو التحليلي لهذه المباراه الهامه جدا، 3 نقاط مهمين جدا. نطلع فاصل عشان نستقبل حكمنا الدولي السابق كابتن سمير عثمان. استنى